هاي بنات، مين منا ما بيحب يحصل على بشرة مشدودة؟ اليوم خلطتنا بتتميز بمكوناتها يلي هن الخيار والبيض. تابعوني بالخطوات تتشوفوا شو هي الخلطة يلي بتساعدكن تشدوا بشرتكن. لهيدي الوصفة نحن بحاجة لخيارة مقطعة، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ملعقة صغيرة من الزيت، وبياض بيضة. رح نبلش نحط الخيار، بياض البيض، الحامض، والزيت، ونخلطهم سوا. هذه هي الخلطة. إذا بتلاحظوا هي شوي رخوة، مشان هيك لازم تنتبهوا أنتوا عم تحطوها على وشكن. إذا بتلاحظوا بهيدي الخلطة عنا بياض البيض. بياض البيض كتير بيساعد إنه يشد البشرة، مش بس هيك بيساعد كمان إنه يصغر المسامات يلي بتكون موجودة ويلي كتير مبينة بالبشرة. كمان عنا الليمون، عصير الليمون فيه الفيتامين سي يلي كتير أساسي لبشرتنا. بالإضافة للخيار والبياض يلي استعملناهم بهالخلطة، نحن استعملنا زيت. الزيت كتير بيساعد إنه يشد بشرتكن، فيكن تستعملوا زيت زيتون أو حيالا نوع زيت تاني. هيدي الخلطة لازم تحطوها مرة بالأسبوع وتتركوها على بشرتكن لمدة 20 دقيقة. أما طريقة شيلها فلازم تشلوها بمي فاترة، لأنه المي السخنة منا كتير منيحة للبشرة، وكمان مي مسقعة يمكن تضايقكن، فالمي الفاترة هي مناسبة لتشيلوا الخلطة الطبيعية. هيدي الخلطة بتناسب كل أنواع البشرة، فيكن تجربوا إذا بدكن على إيدكن قبل ما تحطوها على وشكن تتشوفوا إذا ممكن تعمل حساسية. هيدي كانت خلطتنا لليوم. إذا عندكن أي سؤال اكتبولي بخانة التعليقات. ما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتتواصلوا معي على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. بشوفكم بفيديو جديد. باي.